هي جندورة القطيفة القسنطينية بقصر الحاج أحمد باي، قطع نادرة تعرض لأول مرة من تراثنا المادي بصناعة أنامل حرفيين حافظوا على جزء من تراث سيرت منذ قرون. معرض افتراضي لللباس التقليدي يضم مجموعة قيمة للمقتنيات والتحف التي يحوز عليها المتحف. هذه المقتنيات هي عبارة عن هبات ومشتريات لمواطنين قسنطينيين، حيث يرجع عمر بعضها حتى من 80 إلى 100 سنة. قطيفة شعرة، المخمل شعرة، التطريز تاعها الفتلة تاعها مبروم على 6، واللي درك راهي على 9، هذا هو الشيء اللي يجعل الرق تاعها. هذه الشغلة، هذه لابياس، هذه عندها قرابة القرن. تسمى التطريز هذا بهذه الدقة درك راه قليل خلاص. الخالة باية وعدد من حرفيات المدينة يتقنون فعلا الصنعة منذ سنين. جودة التطريز تصحبه حلة العروس المكتملة بالشاشية والمذبح، الشنتوف والسخاب، وكذا المحزمة وغيرها كثير من الحلي الثمينة. فلي يعني في كل مرة يعني عيطوا الحرفيين، ومدى بينا نكونوا يعني احنا تاني حاضرين باش نوريو الصنعة هذه التقليدية محافظين عليها من اللي تعلمناها وإحنا صغار. إحنا القندرة القسنطينية يعني ما نقدروش نستغناو عليها من المحال، سواء بالمجبود ولا بالفتلة والخدمة باليد، وتبقى يعني العمر يعني الخدمة تاعها نقول لك أنا 20 سنة 50 سنة ما تروح ما تجي. الحلي القديمة في قسنطينة معروفة بالشاشية والجبين والمذبح والشنتوف، ويزيد السخاب يكون بالعنبر يفوح، والجوهر بالخمسة، الجرارة والمحزمة لازم تاني بالكلوة ولا تكون سامبل مشبكة، وعندك البقات والمسايس. هي إذن قطيفة الخالة باية الحرة الأصيلة، عمرت لقرون من الزمن ولا تزال حية وباقية بقسنطينة. سكان مدينة قسنطينة دائما وأبدا يقولوا مدينتنا مدينة ملوك وسلاطين، عمودها بيات وسكانها يترجلوا من سرج أصلي. سكانها أيضا يحافظوا على التراث الأصيل وعلى القطيفة القسنطينية الحرة الأصيلة. راضية بالجدولة الجزائرية وان من قلب قصر الحاج أحمد باي قسنطينة.